بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى درسنا لهذا المساء في موضوع أصول الفقه من خلال نظم الشيخ العلوي رحمة الله عليه، وما زلنا معه في هذا الكتاب الذي هو كتاب الاستدلال. قبل أن نستأنف حصتنا نذكر بما سبق تقريره في الحصة الماضية، وقد سبقت في الحصة الماضية طائفة من القواعد التي تندرج فيها الباب الذي هو باب الاستدلال، أي سبقت أدلة من الأدلة التي تندرج تحت هذا الباب الذي هو باب الاستدلال أو كتاب الاستدلال. من ذلك الذي سبق، نعم، الاستقراء. ومعنى الاستقراء معناه، ما معنى الاستقراء؟ نعم نعم نعم. إذا الاستقراء هو التتبع، والمقصود به هنا في الأصول أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو التام، وضابطه هو تمام، وكذلك وهذا يفيد عن الأصوليين، يفيد ماذا؟ يفيد القطع عند الأصوليين. والنوع الثاني وهو استقراء الناس، ضابطه هو نعم، وهذا حكمه أنه ظني، أي يفيد الظن. وكلاهما، أي كل من الاستقراء التام والاستقراء الناقص، يعتبر دليلا، إلا أن الاستقراء التام هو أقوى من الاستقراء الناقص. نعم. من الأدلة كذلك التي سبقت لنا في حصتنا الماضية الاستصحاب. والاستصحاب معناه إيش؟ نعم، يعني هذا تعريف لواحد من أنواع الاستصحاب. الاستصحاب أنواع متعددة، من أنواعه هذا نعم ما يسمى بالاستصحاب العدمي. الاستصحاب العدمي المقصود منه شو؟ قلنا هو استصحاب عدم التكليف قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون دليلا على التكليف. تماما. النوع الثاني من الاستصحاب الذي سبق ذكره، هناك شرط للعدم بهذا الكلام. نعم صحيح. ما هو الشرط هذا؟ هو البحث عن استفراغ الجهد، استفراغ الجهد في البحث عن الدليل حتى ييأس المجتهد من الدليل، حتى ييأس المجتهد من الدليل، بمعنى حتى يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل من الأدلة، فحينئذ يستدل بعدم الدليل. نعم. ومن أنواع الاستصحاب التي سبق ذكرها أيضا استصحاب ماذا الشرع على ثبوته، نعم، ما دل الشرع على ثبوته لثبوت سببه أو لوجود سببه. وهذا استصحاب معمول به، وهو موجود في المعاملة بكثرة، فإنه متى وجد سببه فإن الشرع يرتب عليه مسببه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعمران الذمة أو ما يتعلق بإثبات الملكية. من ذلك أيضا، نعم، من ذلك أيوة نعم نعم لثبوته في الحاضر. نعم،
وهناك استصحابات كما ذكرنا سابقة، وهي وإن سميت بتلك الأسماء ولكنها في حقيقة الأمر هي من الأدلة النصية، إما من الأدلة النصية وإما من الأدلة المعتبرة والتي تدخل تحت الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإن عدها من عدها استصحابا ولكنها في حقيقة الأمر هي من الأدلة التي تندرج تحت الأربعة السابقة. طيب، من الأدلة التي سبق لنا أيضا الاستحسان. حسن، نعم. أما في الاصطلاح فقد فيه أقوال أربعة بالنسبة لمذهب المالكي. القول الأول في حده أنه تفضل الأخذ بأقوى الدليلين، الأخذ بأقوى الدليلين سواء كان هذا الأقوى قياسا أو كان، نعم. من التعريف أيضا التعريف الثاني، نعم، تخصيص، نعم، تخصيص الدليل العام بالعرف أو العادة لمصلحة، وقد سبق مثاله فلا نطير بذكره. النوع الثالث أو التعريف الثالث، نعم، نعم، تماما، وهذا أيضا قد سبق مثاله. التعريف الأخير وهو نعم نعم، وهذا هو الذي رده، نعم تماما. إذن تلك هي الأدلة التي سبقت لنا في الحصة الماضية، ونستأنف الآن الكلام في حصتنا الحاضرة مع المؤلف رحمه الله، حيث يقول: رأي الصحابي على الأصحابي لا يكون حجة بوفق من خالف. أشار بهذا رحمه الله تعالى إلى دليل من الأدلة المختلف فيها، وهو مذهب الصحابي، سواء كان هذا الصحابي مفتيا أو كان حاكما، سواء كان مذهبه معبرا عنه بالقول أو معبرا عنه بالفعل، هذا هو المقصود بمذهب الصحابي. الصحابة ليسوا على درجة واحدة بالنسبة للأحكام، فهم على درجات ثلاث. الدرجة الأولى هي درجة المجتهدين منهم رضي الله تعالى عنهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس بموسى الأشعري، هؤلاء هم أهل الدرجة الأولى. وهؤلاء أنفسهم أيضا ليسوا على درجة واحدة، فأولهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم كذلك عثمان، ثم علي، وهكذا. ولذلك عندما تتعارض أقوال هؤلاء المجتهدين أنفسهم فإنه يقدم الأعلى في الأعلى. فلو تعارض مثلا قول أبي بكر مع قول عمر فالمقدم قول أبي بكر، لو تعارض قول عمر رضي الله عنه مع عثمان فيقدم قول عثمان، وهكذا. وكذلك هم أنفسهم أيضا فيهم متخصصون، فمثلا فيهم المتخصصون بالإثم كزيد، زيد رضي الله عنه تخصص في ماذا؟ في الإرث. إذا كانت مسألة إرثية مثلا فيقدم قوله على غيره. ثم الدرجة الوسطى من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم الدرجة الدنيا وهم عامة الصحابة الذين لم يكونوا مجتهدين رضي الله تعالى عنهم. والمقصود هنا هو مذهب الصحابي المجتهد، هذا هو المقصود هنا،
ليس المقصود جنس الصحابي جنس الصحابي، وإنما المقصود الصحابي المجتهد، هل يعتبر مذهبه حجة أم لا. أما بالنسبة للصحابة أنفسهم فإنه لا يعتبر حجة على مجتهد آخر من الصحابة. الصحابة أنفسهم لا تعتبر أقوالهم حجة على بعضهم، أي لا تعتبر أقوال بعضهم حجة على البعض الآخر، لأنهم كلهم مجتهدون. وأما بالنسبة لمذاهب الصحابة لغيرهم أي للتابعين ومن جاء من بعدهم، فهل تعتبر أقوالهم أفعالهم تعتبر حجة على غيرهم من التابعين ومن جاء من بعدهم؟ في ذلك أقوال عدة ذكر المؤلف رحمه الله تلخيص لهذه الأقوال في ثلاثة، أي لخص الأقوال كلها في ثلاثة. القول الأول أن مذهب الصحابي حجة مطلقا على غير الصحابة، أي أن مذهب الصحابي المجتهد هو حجة على المجتهدين من الأمة إلى يوم الدين، هذا القول الأول. وحجة من قال بهذا القول أن للصحابة خصوصية ليست لغيرهم، وهي خصوصية كونهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، تلقوا الوحي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وهذه الخصوصية ليست لغيرهم على وجه الإطلاق. ومع هذا فإن هذا الدليل لا يكفي لهذا القول، وذلك لأن كونهم لهم هذه الخصوصية من الصحبة هذه لا نزاع فيها، ولكن محل النزاع هو هل اجتهادهم يعتبر حجة ودليلا من الأدلة. الخصوصية هذه لا نزاع فيها أن لهم من الخصوصية ما ليس لغيرهم أبدا قطعا، ولكن بالنسبة لاجتهاداتهم وبالنسبة لأقوالهم الشخصية واجتهاداتهم الشخصية هل تعتبر حجة على غيرهم؟ هذا هو محل النزاع. إذن القول الأول هو أن مذاهبهم مذاهب المجتهدين منهم حجة لهذه الخصوصية التي هي ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيهم الوحي مباشرة منه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القول الأول. القول الثاني وهو أن أقوالهم ليست حجة، ليست حجة على المجتهدين، احنا مع المجتهدين دائما، ليست حجة على المجتهدين لأنهم مجتهدون ومجتهد الأمة أيضا مجتهدون، وليس اجتهاد مجتهد يعتبر حجة على مجتهد آخر، لأن كل واحد منهما مجتهد، كل واحد منهما مجتهد، فكأنهما دليلان. كأنك تريد الآن أن تعرض عندك دليلا
فتحتاج إلى ماذا؟ أيوة، إلى الترجيح. القول الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن مذاهبهم، أي مذاهب المجتهدين من الصحابة، حجة بشرط، وهو أن ينتشر، أن ينتشر قولهم أو فعلهم في مجتمع الصحابة ولا يوجد لهم نكير. فمن انتشر قوله من الصحابة الكرام في الصحابة ولم يوجد له معارض فحينئذ سيكون حجة. وهل عدم المعارضة لقوله مع انتشاره يعتبر إجماعا سكوتيا؟ هناك من يعتبره إجماعا سكوتيا لكونه انتشر في الصحابة، أي علمنا أنه انتشر في الصحابة، ولكوننا علمنا بأنه لا يوجد له معارض، ومع ذلك هذا لا يعتبر إجماعا سكوتيا. هناك من يعتبره إجماعا سكوتيا لوجود هذين الشرطين، وهما عموم الانتشار وعدم المعارضة. وهناك من قال هذا الوضع لا يعتبر إجماعا سكوتيا، لأن الإجماع السكوتي كما سبق ذكره لا بد فيه من تلك الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها، منها أن نعلم بأنه قد بالغ جميع المجتهدين ذلك القول، وأنهم لم يسكتوا عن إيش؟ أيوة تماما. فلا بد من هاتين العنصرين أو هذه العناصر الثلاثة. إذن هذا هو القول الثالث من هذه الأقوال. وأقوال أخرى كتقديم مثلا قول أبي بكر وعمر على غيره من الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هناك من قال هو حجة، أي قول الصحابي حجة إذا حالفه القياس، إذا حالفه القياس. هذا كله ما لم يكن قول الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد. أما إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد فنعم، فقوله يعتبر حجة. ثم قال رحمه الله تعالى ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد. نعم، ويقتدي من عم، المقصود بمن عم هنا هو عدم المجتهد من غير الصحابة، عدم المجتهد من غير الصحابة له أن يقتدي بالمجتهدين من الصحابة، إن الخلاف إنما هو في دائرة المجتهدين من الأمة، أما غير المجتهدين من الأمة فهذا له أن يقتدي بمجتهدي الصحابة. ولكن شريطة أن يكون عالما بقول الصحابي الذي يريد أن يقتدي به، أن يكون عالما به من كل الوجوه. ما معنى من كل الوجوه؟ أن يكون عالما بنسبته إلى الصحابي، وأن يكون عالما بأن ذلك القول لم يتراجع عنه الصحابي، وعالما بأن ذلك القول ليس له قول من الصحابي يعارضه. أي لابد أن يكون عالما من هذه الوجوه. فإذا كان عالما بهذه الوجوه فله أن يقتدي بقول الصحابي رضي الله تعالى عنه، بقول الصحابي المجتهد.
وإنما ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة لأن هناك من قال بغير هذا القول، أي هناك من قال لا يقتدي العامي ولا المتبصر، العامي هذا لا سبيل له إلى معرفة ما ذكرنا، ولكن المتبصر الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد هذا هو الذي يتناوله هذا الرأي. هل له أن يقتدي بالصحابي؟ نعم له أن يقتدي بالصحابي بهذه الشروط التي ذكرنا. قلت إنما نص المؤلف وغيره على هذه المسألة لأن هناك من عنده غلو في التقليد إلى ضررة أن قال لا يجوز الاقتداء بالصحابي المجتهد، أي بالصحابة المجتهدين، لأن أقوالهم لم تحرر كما حررت مثلا المذاهب المنسوبة إلى الأربعة رحمهم الله تعالى، وهذا قول فيه غلو، بل إن أقوال الصحابة وفتاويهم وآراءهم قد دونت ونقلت، وعلى أساسها قد بنى الأئمة رحمهم الله تعالى مذاهبهم بالإضافة إلى نصوص الكتاب والسنة وقد بحثوا عنها بالبحث الحثيث حتى حرروها وأبرزوا لنا من أقوالهم ما قد يكون فيها نوع من التعارض وكيفية الجمع بين تلك الأقوال، فلا يقال إذن إن أقوال الصحابة لم تحرر. وإذا اقتدى الإنسان بصحابيين فقد يكون قد اقتدى بقول لا يدري هل ثبت عن الصحابي وهل هذا القول له معارض من الصحابي نفسه وهل تراجع عنه الصحابي أم لا، هذه كلها أوهام، بل الحق أن كل أقوال الصحابة قد دونت في دواوين السنة، من ذلك موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن ذلك كذلك جامع الترمذي، سنن أبي داود وغيره، ومن المتأخرين الذين جمعوا الأقوال الكثيرة منهم مثلا ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابيه استذكار والتمهيد، ومنه كذلك الكتاب الذي جمع في أقوال الصحابة الإمام بن حزم رحمه الله تعالى كتاب الإجماع وما إلى ذلك. إذن يجوز الاقتداء بالصحابي المجتهد لمن ليس مجتهدا، أما من هو مجتهد فهو في الدائرة التي سبق ذكرها ويتناول الخلاف الذي سبق ذكره، هل يجوز أم لا يجوز، أم في ذلك التفصيل الذي هو الراجح في المسألة. ثم قال والتابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد. نعم، أما بالنسبة للتابعي فإنه ليس قوله حجة على غيره من المجتهدين، إنما الخلاف في الصحابة، أما التابعي فليس قوله حجة على مجتهد آخر ممن جاء من بعد أتباع التابعين، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ما جاء عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ما جاء عن التابعين إذن ليس حجة على تابعين آخر أو على تابعي تابعين آخر،
ثم قال رحمه الله: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظى له. نعم. أما غير المجتهد من عوام الأمة فهذا مطلوب منه أن يقلد غيره، وذلك لأنه لا يستطيع أن يأخذ الأحكام الشرعية مباشرة من النصوص لعجزه عن ذلك، فهذا المطلوب فيه هو أن يقلد غيره ممن هو أعلم منه، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسمت الآية الكريمة الناس إلى قسمين: قسم الأول العلماء الذين يعلمون، والقسم الثاني العوام الذين لا يعلمون. فوظيفة العلماء البيان، ووظيفة غيرهم من العوام هو السؤال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس هناك إلا صنفان: إما أهل الذكر وهم يعلمون، وإما غيرهم وهم الذين لا يعلمون. فهذا يجب عليه أن يقلد غيره ممن يعلم. نعم. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب وردا. إذا انتهينا من دليل من الأدلة، وهو دليل مذهب الصحابي بالتفصيل الذي سبق ذكره، الآن ننتقل مع المؤلف رحمه الله تعالى إلى دليل آخر، وهو ما يسمى بسد الذرائع. وهذا الدليل من الأدلة التي بني عليها مذهب الإمام مالك، فهو أحد الأدلة الأصولية التي بلغت 16 دليلا. والإمام مالك رحمه الله توسط في هذا الدليل وفي هذا الأصل، سلك فيه مسلكا وسطا، والذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة المتوصلة أو الموصلة للشيء. وأما تعريف هذا الأصل فهو المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور، المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور، هذا هو تعريف هذا الأصل الذي هو سد الذرائع. والسد معناه الإغلاق، والذرائع جمع ذريعة، والذريعة حكمها حكم المتذرع إليه، أي حكم ما تفضي إليه. الذريعة حكمها حكم ما تفضي إليه، فإن كانت تفضي إلى محرم يجب سدها، وإن كانت تفضي إلى واجب يجب فتحها، وإن كانت تفضي إلى مندوب يندب فتحها ويكره سدها، وإن كانت تفضي إلى مكروه يندب سدها ويكره أيوة فتحها، وإن كانت تفضي إلى مباح استوى فيها الأمران، استوى فيها الأمران. هذا حكم الذريعة. إذ الذريعة تعرض لها الأحكام الشرعية بحسب ماذا؟ بحسب ما تفضي إليه، تكون واجبة الفتح، واجبة السد،
مندوبة الفتح مكروهته مثلا جائزته على حد سواء. ثم إنهم قسموا هذا الباب إلى طرفين ووسط، سد الذرائع قسموه إلى طرفين ووسط، طرف أجمعوا على اعتباره وطرف أجمعوا على إلغائه وطرف هو محل اختلاف عند العلماء. ومن نظر إلى الأئمة رحمهم الله تعالى فإنه يجد كل واحد من الأئمة يقول بهذا الأصل، وإن لم يصرح به. والمالكية إنما تميزوا فيه بالتأصيل، بالتأصيل والتقعيد، تميز فيه المالكية بالتأصيل والتقعيد. وأما غيرهم فقد قالوا به في الفروع وإن لم يجعلوه أصلا من الأصول، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال إن هذا الأصل قال به مالك وخالفه أكثر الناس تأصيلا وعملوا بأكثره في الفروع تفصيلا، يعني خالفوه من حيث التأصيل والتقعيد ولكنهم عملوا به في أكثر الفروع تفصيلا. إذن امتاز المالكية رحمهم الله تعالى بهذا الأصل من حيث التأصيل والتقعيد، وأما من حيث التفريع فقد شاركهم غيرهم في ذلك. ولذلك كان هذا التقسيم الذي ذكرنا، وهو ما يعتبر بالإجماع وما يلغى بالإجماع. إذن ما يعتبر بالإجماع كل شيء دخل فيه، لما نقول ما يعتبر بالإجماع الكل قد دخل، وما يلغى بالإجماع الكل قد دخل. إذن دائرة الإجماع هنا دخل فيه الكل، دائرة الإجماع هنا دخل فيه الكل، الواسطة هذا هو محل الخلاف. محل الإجماع دائرة الإجماع تتجلى، دائرة الإجماع تتجلى في ماذا؟ تتجلى في تحريم سب أصنام المشركين إذا كان يؤدي إلى سب الله، إذا كان يؤدي إلى سب الله ورسوله. وتتجلى كذلك هذه الدائرة مما يدخل فيها كذلك حفر الآبار في طرق المسلمين، وتتجلى كذلك في إلقاء السموم في أطعمة المسلمين وما إلى ذلك مما هو محرم. وقد دلت النصوص من القرآن والسنة على ذلك. من ذلك مثلا في القرآن الكريم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لا تقولوا راعنا. كان المسلمون أي الصحابة يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وهو راعنا، أي كن راعيا لنا.
ارعنا يا رسول الله بتربيتك وعنايتك ورعايتك. فاستغل اليهود هذه الكلمة فصاروا يخاطبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها الرعونة، لا من الرعاية ولكن من الرعونة، صاروا يقول راعينا يا محمد. فنهاهم الله تعالى، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أن يقولوا هذه الكلمة، وأمرهم أن يستبدلوها بماذا؟ انظرنا. وكذلك ذكر الله عز وجل عن اليهود قصتهم في ماذا؟ في التحايل على الصيد يوم السبت، حيث كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة لتصيد لهم يوم السبت، كما ذكر الله عز وجل في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة تأتيهم، إلى آخر الآية. وكذلك استدلوا أو استدل مالكية رحمهم الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا أثمانها، جملوها معنى أذابوها، الله حرم عليهم الشحوم كما نص على ذلك كتاب الله تعالى في سورة الأنعام، فأذابوها ثم أكلوا أثمانها. ومما استدل به كذلك قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتق الشبهات فقد استدار لدينه وعرضه دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى آخره. إذن الدائرة الأولى دائرة الإجماع، وهي التي ذكرنا أمثلتها التي تتجلى فيها. الدائرة الثانية التي سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد حين، ثم الواسطة، أي الذي ليس من هذه الدائرة وليس من هذه الدائرة. ومن أمثلته بيوع الآجال التي تسمى ببيع العينة، بيوع الآجال التي يقول بها المالكية لكن لا يقول بها الشافعية مثلا عن أبي الأحناف. المقصود ببيوع الآجال هو أن يبيع الإنسان سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها ممن باعه إليها، ممن باعه باعها إليه قبل ذلك الأجل بأقل من ذلك الثمن نقدا أو دون ذلك الأجل. وكذلك أن يبيعه سلعة إلى ما فوق ذلك الأجل بزيادة، لأن هذا النوع من البيوع إذا نظرت إليه في الصورة فهو جائز، وإذا نظرت إليه في القصد في قصد المتبايعين فإنما أرادوا أن يتوسلوا بهذا النوع من البيوع إلى ماذا؟ إلى ربا النسيئة. ولذلك اختلف في هذا النوع من البيوع، فهذا محل خلاف. أما الدائرة التي هي محل إجماع بإلغاء ماذا؟ بإلغاء الذرائع فيها، فهي التي أشار إليه بقوله وألغي. نعم. وألغي إن يكن الفساد أبعد. أيوة. الدائرة التي يلغى فيها سد الذرائع بالإجماع لها مرتبتان، المرتبة الأولى أعلى، وضابط هذه المرتبة هي ما إذا كانت المفسدة فيها بعيدة والمصلحة فيها أقرب. عندما تكون المفسدة بعيدة والمصلحة أقرب فهذه محل إجماع على إلغاء سد الذريعة أو سد الذرائع فيها. وذلك مثل ما استدل وممثل به المؤلف رحمه الله، أي مثل ما استدل به وهو الإجماع
على هذه القضية وما مثل به حيث قال نعم تدلي الدوال العنابي في كل مشرق وكل مغرب. أيوة انظر تدلي دوالي جمع دالية أي شجار العناب المغروسة في أرض الأمة الإسلامية في عهد الناظم وقبل عهده وبعده حيث توجد هذه الدوال في أرض الأمة الإسلامية والعلماء ينظرون إليها ولا ينكرون على أحد ممن غرس هذه الأعناب مع أن الخمر يصنع من عصير العنب ولكن هذه المفسدة التي هي صناعة الخمر من الأعناب هي نادرة جدا بالنسبة للمجتمع الإسلامي يوم كانت الدولة الإسلامية قائمة لا يمكن أبدا أن يكون فيها معامل من الخمور أبدا إلا إذا كان على شيء نادر جدا من إنسان الذي اختفي لا يمكن أبدا أن يظهر مثل هذا ولو أظهر مثل ذلك لأقيم عليه حد شارب الخمر ولا صدق عليه الحديث لعن الله إلى آخره فإذا غرس العنب هذا مما أجمعت الأمة على إلغاء سد الذريعة فيه على جوازه وإلغاء الذريعة فيه وهو في الدرجة الأولى التي ذكرنا من أن المفسدة فيه بعيدة وأن المصلحة فيه قريبة جدا وذلك لأن هذا النوع من الأطعمة التي امتن الله تعالى بها على عباده في القرآن الكريم أما الدرجة الأولى فهي التي أي ضابطها التي تترجح فيها المصلحة على المفسدة أي يكون جانب المصلحة أرجح بحيث تكون المصلحة فيه تمثل 70 أو 80% والمفسدة قليلة تمثل نسبة مئوية قليلة هذه في الدرجة الثانية وهذه من أمثلتها فداء الأسرى من العدو إذا وقعت معركة بين الأمة وبين أعدائها وآثر العدو من الأمة مجموعة من الجنود ولا سبيل إلى فك أولئك الأسرى إلا بدفع مال لهذا العدو لفك هؤلاء الأسرى فهنا ننظر إذا كان هذا الذي سيعطى لهؤلاء طعاما مثلا أو عروضا فلا إشكال لكن إذا كان طلب منا سلاحا لأن بالنسبة للإطعمة لا إشكال لكن لو طلبوا مثلا أسلحة الأمة في عهودها السابقة كانت هي المتقدمة في السلاح هي تبيع السلاح ما تشريه كانت تبيع السلاح وكان غيرنا يستورد منا السلاح كان غيرنا يستورد منا السلاح فإذا توقف فداء هؤلاء الأسرى على إعطاء أعدائنا بعض السلاح بمعنى لا فكاك لهؤلاء الأسرى إلا بدفع شيء من السلاح ننظر إلى كان هذا الشيء من السلاح دون سيحققون به فينا
دون هؤلاء الأسرى. لو قتلونا مثلا، لو وقعت بيننا وبينهم قتال، سيحققون فينا من القتلى دون هؤلاء الأسرى، فيمكن حينئذ أن نفديهم. أما إذا كان مثل هؤلاء الأسرى فهذا محل خلاف، قيل يجوز وقيل يجوز. أما إذا كان فوق هؤلاء الأسرى فهذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. إذن دون يجوز، المساوي أيوة، فوق ذلك نعم تماما. وكذلك لو طلبوا مالا ميزانه مثل ميزان السلاح، ميزانه مثل ميزان السلاح، بخلاف مثلا الأطعمة والأكسية وما إلى ذلك، لأن ذلك لا يؤثر. نعم. وإلى هذا أشار المؤلف رحمه الله بقوله أو رجح الإصلاح. هذا اللي في الدرجة الثانية، هذا محل إجماع أيضا، الذي في الدرجة الثانية أي ترجحت المصلحة على المفسدة. نعم. كالأسارة تفدى بما ينفع للنصارى. أيوة، كالأسارة تفدى بما ينفعهم، ولكن بالشرط الذي سبق ذكره. نعم. قال بعد ذلك وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام لولاء. هنا أشار إلى نوع آخر من الأدلة الهزيلة التي لا قيمة لها، ألا وهو الإلهام. والإلهام هو إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال، يكرم الله تعالى به من شاء من عباده. هذا النوع من الإلهام ليس حجة ولا يمكن أن يكون حجة، لأن صاحبه ليس بمعصوم. إلهام المعصوم هو الذي يكون حجة، سواء كان هذا الإلهام رؤيا في المنام، أو كان هذا الإلهام ما يشعر به الشخص الملهم. وصدق المؤلف رحمه الله بهذا التصوير الذي صور هزالة هذا النوع من الأدلة، وأنه لا قيمة له. قال ينبذ ماش بالعراء، أي رمى في الصحاري الخالية، هذا هو قيمته، قيمته أن يلقى في هذه الصحاري الخالية ولا يعد شيئا، لا يعد شيئا. بعض المتصوفة قد اعتبره واستدل له بأدلة لا تنفعهم في شيء، بأدلة خارجة عن محل النزاع. استدل مثلا بقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ما علاقة هذا بهذا؟ أو استدل بقول الله سبحانه وتعالى وإذا وحيت إلى الحواريين، ما علاقة هذا بهذا؟ وكذلك قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه الأدلة كلها لا تسعف في محل النزاع، بمعنى لا علاقة لها بمحل النزاع. ولذلك نقول بأن الإلهام ليس حجة بالإجماع، صاحبه يفرح به إن كان خيرا، وقد يكتمه كما يقال إن الولي يكتم الكرامة، أي يستتر من الكرامة كما تستتر المرأة من حيضها، الولي يستتر من الكرامة كما تستتر المرأة من حيضها. لماذا؟ حتى لا ينزع الله منه تلك الكرامة، وحتى لا يصاب بالغرور. لذلك صدق المؤلف رحمه الله حين قال ينبذ بالعراء، ثم قال رحمه الله وقد رآه بعض من تصوف عزمة النبي توجب. أيوة، إذا
رأي هؤلاء المتصوفة لا قيمة له، أي غلاة المتصوفة. أما المتصوفة أهل السنة فإنهم يقولون بما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ثم أشار إلى أن إلهام المعصومين هذا معتبر، لأن الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما ألهام الله نبيه فهذا حجة، وذلك لعصمة الله لنبيه. فلو كان هذا الإلهام غير موافق لمراد الله لأوحى الله إلى نبيه أن يغيره، ولهذا كانت اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقت مراد الله تعالى أقرها أو أقره على ذلك، وإذا لم توافق مراد الله تبارك وتعالى فإنه يوجهه إلى غير ذلك الاجتهاد مما يوافق مراد الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في قضايا عدة في القرآن وفي السنة، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.